السلام عليكم. بعدا انا بعداك احد ساكنه هذه المنطقه وكنقرا في واحد المدرسه هنا. هاد الاشغال اخويا راه دايرين بزاف ديال الازعاج. الا حاولتوا ديروا واحد دراسه لهنا لهاد الناس اللي كيسكنوا هنا كاملين، راه كلهم غيقول لك ان هاد الاشغال كثرات بزاف، كيجيو يخدموا وكيبعدوا واحد الوقت عاوتاني وكيعاودوا يرجعوا. يعني خصهم يديروا شي حل ويحاولوا مثلا اكسيليرو في الخدمه ديالهم، يديروا بزاف ديال الفرق تخدم مثلا صباح وعشيه باش يحاولوا يساليو دغيا، لان الناس رانا نديرونجي هادشي بزاف. الازعاج ما تسولش داكشي بزاف، راه تقريبا شي ثلاث المرات هما كيحفروا، ما اربع المرات هنا كيحفروا كيرجعوا داكشي عاوتاني وكعاوتاني. ما الدنيا كرفسوها بزاف مع الشتا وداكشي، راه ما لا ساسيون مو لا والو فين دوز منها مشاكل. كاين الناس اللي لا المرة ملي يدوزون الناس كاينين الاغلب كاينين بيروات هنا اطباء وداك الشيء، حتى المرضى ما كاينش ملي يدوزون. الاطربة بزاف كتدخل كلش العمارات هنايا، وبالنسبة تفرقعوا شحال 15 قادوس ديال القواس ديال الماء روينا دينا كاينة لتحت زعما تقريبا بزاف، تقريبا واحد شي يومين هادي ضربوا قادوس ديال الماء هنايا، الماء ما بقاش عند الناس شي تقريبا شي 4 سوايع ولا 3 سوايع. هاد الاعمال مزيانة نيت كيصلحوا، فهمتي؟ هذاك الشيء كان قديم كري كان كيتسرب الماء تحت الارض، فهمتي؟ دابا بلي كيصلحوا مزيان. قديم راه عرفتي هاد القوات هادو راه تقريبا واحد 80 سنه ولا اكثر باش كانوا ورشاو قدامه، فهمتي؟ ودابا راه كيصلحوا مزيان الحمد لله.